الحلو في الموضوع لما تساعد ربعك بالتمرين وتحط لهم اوزان وما شاء الله عليهم اوزانهم وايد ثقيله قويه. شد حيلك شد حيلك 80 عدل بنحط 80 كيلو. يلا هذه 20 ثانيه وهذه 20 الرابعه ويلا يا وحش روح ان شاء الله عليك. نكمل معاكم مشوارنا وبرنامج مستر مصلز ونعيش معاكم اجواء التمارين ولكن مو الريول. نكمل مشوارنا مع الكابتن هاني علي ونتعرف على بعض المعلومات المهمه في عالم الاكتاف وعضله الاكتاف في مختلف نقدر نقول اجزائها وزواياها. بعد الفاصل مفاجات كثيره مع الكابتن هاني علي وبرنامج مستر مصلز. ها ساعدك وحش ما شاء الله عليك روح. من بعد الفاصل معاكم مستمرين نرحب فيكم مره ثانيه وبرنامج مستر مصلز. اكيد في المقدمه ذكرت ان احنا موجودين في هذا النادي نلعب مجموعه من التمارين الخاصه بعضله الاكتاف باشراف الكابتن هاني علي. اليوم كابتن هاني عنده مشروع جديد لهذه العضله. كابتن هاني يعطيك العافيه. يعافيك يا هلا مرحبا. ايش مشروعنا اليوم لعضله الاكتاف؟ اماميه خلفيه جانبيه شنو بالضبط؟ اليوم ان شاء الله راح نلعب على هذا الجهاز الثابت. حلو. هذا كانه صدر امامي لا. عالي هذا يخدم عضله الاكتاف الامامي. اي حلو. وعلى نوعين من التمرين حق العضله الاماميه. الاماميه نعم. بس مشكله الاكتاف الاماميه اذا لعبتي بعض الاجهزه لابد ان الصدر عندك يتحرك. بالضبط. او العكس انه اذا لعبت صدر العالي راح يشتغل معاي الامامي واذا اشتغل وايد راح تاثير التمرين، فلازم الواحد يركز على شنو؟ بالضبط على الجهاز. على الجهاز وعلى الزاويه الصح اللي يلعب فيها. بالضبط. حلو، اليوم احنا بنركز على اي مسكه اللي فوق واللي تحت وشو الفرق بينهم؟ اليوم راح نركز على اللي هو الجزء الداخلي. حلو. من الجهاز. اي. وراح نلعب تمرين السوبر. اها. اي. يعني اليوم اثنين في واحد. اثنين في واحد. خلينا ناخذ التمرين الاعتيادي. نعم. اللي الواحد لما يدش النادي يلعبه. بالضبط. شنو ممكن نسوي اول شيء؟ راح نلعب على التمرين الداخلي. حلو، تفضل كابتن هاني اشرح لنا الموضوع. الوزن زين ولا مو زين؟ حاطه. الوزن مناسب. حلو ممتاز. حلو. يلا. طبعا الكرسي وضعيه الكرسي اي يتخذ اللاعب على حسب طوله. بلشنا نتحرك. دراينك اطول مني دراينا. يعطيك العافيه. يعني اذا انا بقعد على الجهاز راح يفرق معاي الطول. الطول الكرسي او ارتفاع عن الارض. بالضبط. واذا انت ممكن ترفع شويه حتى يناسب كل لاعب حسب طوله. حلو ممتاز. نعم. نبلش. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. طبعا الجلوس بوضعيه مستقيمه على الجهاز. دائما احاول اخلي ظهري مستقيم. مستقيم على حسب البنش والجهاز ونقول الخلفيه اللي خاصه بالجهاز هذا الكشن. نعم. هذا نعم. عدل الكشن 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 حلو. طبعا القبضه الكامله. ممتاز. مستوى الكوع للداخل ما يكون مفتوح. يعني اللي يلعب كذي يحرك الصدر هذا شويه ما راح يعطي العضله حقها والصدر يتحرك اكثر. بالضبط. اما كذي فاحنا راح نلعب التركيز يصير هنا اكثر شيء. بالضبط. راح نلعب وراح نرفع رفعة كاملة. حلو. وننزل الكوع لا يكون مفروض ننزل لوين؟ لهني بس؟ لا ليه مستوى الكتف. بس يعني لا نكون وايد تحت لان كثير ريحنا العضلة. بالضبط. احنا نكون ناخذها نص. زين النص هذا راح يبدي من هني الطريقة هاي. نعم. عدل؟ نعم. ونرفع الجهاز للآخر لأقصى شيء يعني. نعم. الكوع يتسكر المرفق يتسكر. طبعا ما راح يكون يتسكر وايد راح يكون تقريبا في 10% اقل منه. يعني بالعربي لا تسكر كوعك لان ممكن تتعور اذا سكرت الكوع وتصير في اصابه هني بالمرفق واذا صارت اصابه بالمرفق ما راح تشيل اوزان نهائيا لحد ما تتعافى. اهم شيء السلامه. اي سلامتك سلامتك انا ودوا لك سلامتك. نعم. والعب يا هاني ورنا الجوله. وحش ما شاء الله عليك. اربع جولات؟ نعم. اثنين ان شاء الله. ثلاث أربعة. طبعا التكرار راح يكون من 10 ل 12 تكرار. لا يكون هي سرعه زياده ولا بطيء، يكون حركه متوسطه وسرعه متوسطه. في شغله يسوونها بعض الكباتن يقول تعليق لما توصل اخر شيء وقف. نعم. هذه ليش؟ شنو تاثير على العضله؟ هذا كنوع مثل تعطي تركيز اكثر حق العضله. بومب دم بومب. بناء انسجه عضليه مثلا. بالضبط اللي هي الستب اللي هي الوقفه اللي عد فوق. واحد اثنين ثلاث وارجع. ايه؟ او واحد اثنين او خمسه او جزء من الثانيه حسب كل كابتن التكنيك وحسب التكنيك وحسب وضعيه عضله اللاعب. ثلاث امور اساسيه تسويها تقلل من رغبتك في تناول السكريات. اول شيء تاكل ببطء، وثاني شيء تحدد كميه معتدله من الطعام انك ما تمتلع الاخر،
والأمر الثالث تناول الألياف بالوجبة، بدل العيش الأبيض بالأسمر، بدل المعكرونة البيضة بالسمرة، أكل شوية فواكه قبل الوجبة، احرص على تناول السلطة مع الوجبة، كلها تزيد الألياف. لذلك هذه ثلاث أمور أساسية لتقلل من رغبتك في تناول الحلويات بعد الوجبة. زين خلني أجرب أنا الحين. أنا وايد طويل. نعم. جماعة، وهاني بعدل الكرسي. بالنسبة حق طولي الفارع، هو طولك طبعا لازم اللاعب أول شيء يقعد. قعدنا. المدرب لازم يشوف. ما وصل الأرض أنا. شلون؟ إيه. المدرب. ليش الحراج يعني؟ ما وصل. والمشكلة من يلا ما عليه. أنزل بعد شوي صح؟ طقة. هو نزل طقة واحدة بس. حلو. حوش الأرض لازم. عشان يكون عندك التركيز أكثر والثبات أكثر. حلو. لعبت كذي الحين أنا. حلو. طبعا الكوع لازم يكون، ما يكون هو من السلبيات اللاعب انه يكون الكوع كذي هني. راح ياثر على عظمه المفصل، يعور المفصل الايد، فلازم يكون مثل البوكس، يكون مثل البوكس عشان التركيز يكون على الذراع كامل. يلا نطلع هني. راح يخدم هذه العضله الاماميه، تركيز على الامام، تركيز على العضله الاماميه بالضبط. نعم هبت، تنزل تطلع. حلو، وايد حلو. هاني باقي دقيقه، نبي السوبر، شلون نسويه؟ السوبر راح يكون كالاتي. طبعا بنشوف الحين الجوله مع كابتن هاني بالنسبه حق السوبر. اذا انت بالجهاز هذا وحاب تغير، مرات لما انت تعود على الروتين 1 2 3 الجسم نفسه خلاص يكون مقاومه فما يتاثر، فنحتاج تسوي ان الوزن على الجهاز الاول، اول ايه؟ جهاز يكون عالي شويه، والتكرار يكون مثلا 10 عدات الدامبل، ولا التكرار طقات 10 10 10 ب 10 10 باكثر السوبر. عشان شنو؟ تلعب تكار حتى نوع من البمب حق العضله نفسها. ممتاز. نبلش معاك. حطينا الوزن المناسب. طبعا هاني عندنا نظريه عن السوبر، راح نقول الحلقه الجايه ان شاء الله. احنا طبعا راح نبلش 10 عدات، يلا 10 تكارات، وبعدين راح نبلش الدامبلز. واحد وحش، اثنين ان شاء الله عليك، ثلاث اربع، مثل ما قال المرفق هذا يكون مستوي كانه بوكس حتى ما يتعور المفصل، الايد اللي داخل النزله تقريبا بالشكل العشرة. هذا الحين شو نسوي بالضبط؟ الحين ناخذ امامي تلعب، ناخذ الدامبز يكون إيه؟ الوضعيه بهالطريقه. اي 1 باي 1 1. نقدر نلعب مع بعض؟ احنا نقدر، ولكن انت طالع من تمرين العضله مجهده. اي فتريح العضله، احنا نريح. اها وحده العده هذه تريح وحده، لانك انت راح تريح ايد في مقابل ايد ثانية، تاخذ وقتها ان تجمع الدم وترتاح شوية. طبعا العدات هذه واحد، هذه عدة. يعني اثنين. هذه 1 2 هي واحد، مو واحد اثنين خلاص خلصت. عموما احنا خلصنا وقت معانا مش هني بالبرنامج. نعم. وبالحلقة هذه راح نكمل معاك ان شاء الله الحلقة الجاية ان شاء الله، وتمرين جديد يا هاني. كابتن هاني مشكور، ما قصرت. الله يسلمك، ساعة مباركة حبيبي. الله يعمرك. بعد معاكم باكر، في امان الله.